ملف طلبة الطب يحاصر الحكومة داخل البرلمان، والسلطات الأمنية تباشر الاعتقالات ومنع احتجاجات الأطر الصحية. رغم محاصرتها داخل البرلمان، إلى أن الحكومة متمسكة بقرار تقليص مدة التكوين إلى 6 سنوات، النقطة الخلافية الأكبر بين طلبة الطب ووزيري الصحة والتعليم، هذا الأخير الذي لفت اليوم إلى أن وجود مشكل بالسنة 7 من تكوين الطبيب قائم منذ سنين، وإقرار تقليصه إلى 6 سنوات كان باقتراح من عمداء كليات الطب والصيدلة، وفرضه الخصاص في الموارد البشرية في القطاع الصحي، ولا أهداف ربحية مالية من ورائه غير التجويد وتوفير الأطباء، وليس منع الطلبة من الهجرة للخارج. كنناشد جميع الطالبات والطلبة باش يدخلوا يديروا الامتحانات ديالهم، وجميع الطالبات ديالهم راكم سمعتوا تكلمنا بأن غادي نديروا له الحلول، وراه كاين البلاغ اللي دارته الحكومة اللي تلخص كل شيء، وهذا الشيء كله راه جميع الطالبات والطلبة عارفينه. وغير بعيد عن قبة البرلمان، كانت شوارع العاصمة الرباط على موعد مع مشاهد منع مسيرة احتجاجية حاشدة للنقابات الصحية، وباشرت قوة الأمن في تنفيذ اعتقالات بالجملة وسط المحتجين واستخدام قاذفات المياه لتفريقهم.